مساء الخير. طقس صيفي اعتيادي، انما عالي الرطوبة عم بيسيطر على اجواءنا بيستمر للايام القادمة. اذا جونا لبكره قليل الغيوم، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية بنشوف سوا. نبدا مثل العادة من الشمال، وعكار عم بتسجل 33 درجة، طرابلس 32، العاصمة بيروت 33 درجة، وصور ايضا 33. ننتقل الى بعلبك اللي عم تسجل 35 درجة، لقلو 24، زحلة 34، وجزين 30 درجة. نسبة رطوبة الساحل عم توصل لل 85%، الريح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين ال 20 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للسبت والأحد جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع تكون للضباب على المرتفعات المتوسطة، أما نسبة الرطوبة العالية على الساحل فعم بتزيد الشعور بالحر، والحرارة بتسجل 32 درجة. للتنين والثلاثة جونا صيفي اعتيادي وعالي الرطوبة، أما درجات الحرارة ساحلاً فبترتفع ل 33 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس في لبنان. تصبحوا على خير.